بالمدات جايد ماخذ نكفه على المد الجسيمه وابو سعود اللي بنشهد له شهايد وعلي اللي العد له قبله رحيمه ابو محمد. مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء عبر اثير اذاعه راس الخيمه وعبر قناه الواحه التراثيه انطلق في هذه اللحظات شوط جديد وشعارات جديدة، وأرى أيضا انطلاقة قوية لهذا الشوط وهو الشوط الخامس المخصص لأبناء القبائل، وأحيل الميكروفون للزميل سالم بن ركاب العليلي. التحية تتواصل مجددا متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، وهكذا المسيرة تستمر بهذه الانطلاقات في مهرجان 21 وأيضا مهرجان وخليجي 21 في هذا العام يتصادف بهذه الانتصارات. مهرجان خليجي 21 الذي تحقق تحت أقدام فرسان أبطال الإمارات في مملكة البحرين، وهذا المهرجان الذي ينطلق أيضا في إمارة رأس الخيمة يحمل الرقم 21. نحن نتابع هذه الانطلاقة ونتابع أيضا هذا التحدي ونتابع أيضا المقدمة لنعلن عن حضور مياسة أو سعيد بن راشد بن فالح الشامسي على مقدمة الشوط من يسجل حضوره في هذا التحدي. المركز الثاني حشيمة محمد بن سهيل بن خيرة الأول، المركز الأول فأنا تتواجد مياسة سعيد بن راشد بن فالح الشامسي، ما زال طامح طامح أيضا طموح كبير طموح كبير بالمركز الأول وآمال كبيرة. يلا يا بن فالح روح أنت والناموس، فال النشامة فالك حرك حرك لأن السيارة تنتظر. الضبي على المركز الثاني علي بن ناصر الدرع يأتينا ثانيا، ولكن النعودة مع مقدمة الشوط، النعودة مع مقدمة الشوط مع مياسة، مياسة العود يا سلام، هي من تبدأ، هي من تأخذ زمام الأمور، هي من تتحمل المسؤولية، هي من تقترب من النهاية، من نهاية هذا الشوط لتسجل الانتصار. تهاني لو الناموس لسعيد بن راشد بن فالح الشامسي. المركز الثاني الضبي علي بن ناصر محمد الدرعي، المركز الثالث فأنا أيضا شعار السيد هذا الرايح سعيد بن علي او علي بن سعيد الرايح. المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع المركز المركز الرابع الوصول من قبل شاهينية سهيل بن بخيت العامري، والمركز الخامس المركز الخامس غزوة سالم بن محمد بن عنودة العامري. هذه الخمسة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم، ومياسة استطاعت أن تنتزع السيارة وتنتزع الناموس وتهديه لسعيد بن راشد بن فالح الشامسي. هذا الشعار الذي سيطر على الشعارات واستطاع أن ينهي هذه الجولة لصالح أهلنا والناموس. التوقيت الزمني لثلاثة كيلو مترات مع مياسة بالتأكيد بيكون 4 دقائق يا ابن عمير. شوف يا مخرجنا ناخذ النتيجة 4 دقائق 32 ثانية. أربع دقائق 32 ثانية. تهانينا لسعيد بن راشد بن فالح الشامسي على فوز مياسة بالمركز الأول. أما المركز الثاني 4 دقائق 34 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن ناصر بن حمد الدرعي على الفوز بالمركز الثاني. أما المركز الثالث محمد بن علي بن سعيد الرايحي، محمد بن علي بن سعيد الرايحي بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق. تأكد من التوقيت من مخرجنا الذي يتابعنا. 4 دقائق للأسف التوقيت ما وصلنا كامل.
طيب تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين، تهانينا لسعيد إبراهيم وفالح الشامسي على فوز مياس بالمركز الأول. فاصل ونتواصل في الشوط القادم، والميكروفون ينتقل إلى محمد غانم مصطفى.